جميعا بكل خير أعزائي المستمعين ومستمعات عبر أثير أجمل الإذاعات الموجة السعودية ألف ألف أف أم. معكم حسام الحارثي أخوكم وبرفقتي كالعادة زميلنا وحبيبنا جابر العميري. حياك الله يا جابر. يا هلا أخوي حسام وأهلا بالسادة المستمعين الكرام. كيف الأمور الليلة؟ الأمور زي كل يوم. زي كل يوم يعني إيش؟ قل لي. تمام وطيب إن شاء الله. لا إن شاء الله طيب. بس كمان لازلنا أتوقع الليلة في مسلسل اللي هو إيش؟ تحميل المواد زي حق الطلاب. لما كنت بقول لك اليوم عندنا برضو تحديث جديد على قضية الموسم، وإن شاء الله ما تكون قضية العشر مواسم القادمة أو خمس مواسم، يعني خلها لين موسم واحد ولا اثنين خير وبركة. سمحنا يعني عندنا قضايا كثيرة تتحمل جالسة. هو في أبديت كل يوم. بين كل القضايا في قضية غير القضايا كلها. الله يعين ويساعد. هذه قضية الموسم وقضية التاريخ. الله يعين ويساعد. ها قل لي، نروح على العناوين كذا؟ نروح على العناوين. عناوين المنصة. خالد بن عبد الله الأهلي خط أحمر. لجنة الاحتراف تجتمع وتلزم الأهلي والهلال والشباب والاتحاد الدفع. البرقان سجل النصر نظيف، وعطيف والحوسني أعطونا فلوسنا. مباراة المنتخب السعودي وفلسطين في جدة قلنا لكم من أول. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، مرة أخرى نرحب فيكم. أنا جابر العميري من خلف المايك، وزميلي حسام الحارثي، ويرافقنا المخرج بسام حفني. أعطيك العافية بسام. ساكت بسام عشان ما عندك مايك ولا نفسك ترد. اليوم مو جعان، اليوم مضبط أموره. لا كويسة اليوم. لا اليوم أموره طيبة. جاء دليفري بدري الحمد لله. الحمد لله. طيب عندنا ضيف أستاذ المستمعين الإعلامي الكبير الأستاذ خالد قاضي. مساء الخير. مساء الخير، وكل عام. بكرة واحد ولا 30؟ لا نحن الميلاد صار. أنت عندك أنت كل سنة وانتم طيبين. جابر كل سنة وانتم طيبين. بسام وحسام الله يرضى عليك. أتشرف بوجودي في إذاعة ألف ألف اللي دائما اتواصل معاهم في كل المناسبات، واحنا جاهزين دائما، وان شاء الله تكون المحاور اليوم كذا يعني سنه جديده كذا، ونبغى اخبار جديده كمان. ان شاء الله يا سيدي. الشرف لنا استاذ الشرف أنا. وجيتك مقدره العين والراس الله. يعني هالمره مو بالتليفون معانا في الاستوديو، يعني الله نورتنا. من امس كذا شغال في حكايه أي. تويتر، استعنت بصديق يعني كذا عنده خبره في موضوع تويتر. بس انا بقول لك كبير من الاصدقاء وجابر من ضمنهم وكل الاعلاميين المقربين لي، ووجدت نفسي أمام يعني خمسة ستة حسابات من سنوات طويلة كانوا مزورين الحسابات. اسمك إيه. وفي ناس كده عندهم حاجة غريبة يعني هواية يعني يعني انتحال شخصية الآخرين كثير. وعانيت والله يا حسام مشاكل كثيرة مع كثير من المسؤولين في الأندية، فقلت لابد أن أقتحم المجال. صحيح. تجربة جديدة وتجربة على مستوى العالم. يعني تويتر في ميزة حلوة أنك يعني زي الفنان اللي على المسرح أو تقرب من الناس يقربوا منك، تأخذ ردة الفعل في نفس اللحظة أكيد على طول. يعني في لها جمالية يعني، وحتى إن كان للأسف يعني بعض المغردين يعني يبوك يعني. وأنا من خلال ألف ألف بقول لهم يعني بالنسبة لخالد قاضي، أنا لا يمكن أن أتعامل في تويتر مع زي سالفة مع للأسف بعض الإعلاميين ما يطلبه الجماهير. لا أنا أقول رأيي ممكن صحيح. يعجب ناس ما يعجب ناس، وأنا لا يمكن أتكلم باسم نادي معين أو حتى لو كانت لي ميول أهلوية، لكن صحيح. الحمد لله أكسب لي احترام من جميع الميول الأندية. لكن يعني أنا حتى عشان كده حتى لما يلعب الأهلي أكون في البيت أفضل لي، ما أحب أروح الملعب أريح. لكن يعني في النهاية يعني أنا دحين اليوم السنة هذه دخل على 60 سنة، أعتقد تجربة طويلة الحمد لله، ويكفينا حب الناس. لا يمكن خالد قاضي بالسن هذا الآن وبالتجربة الطويلة هذه يدخل في أفكر مشاكل زي ما كنت أفكر قبل 30 سنة أو فترة المراهقة الإعلامية. صحيح. الآن طبعا أنت
إضافة لأي وسيلة إعلامية سواء على مستوى التواصل الاجتماعي أو على مستوى الإذاعة أو على مستوى المرئي أو المكتوب. أنت إضافة ونتعلم منك جميعا. دائما يقولوا الإعلام القديم والإعلام الجديد، ما في إعلام قديم، يعني الإعلام زي المواصلات، زمان كانوا الجمل ومواصلات معينة وكذا، الآن في الطيارات وفي القطارات وفي السيارات، بالعكس الآن يعني، لكن هي الإبداع أعتقد افتقدنا الإبداع. بالعكس أستاذ خالد، الآن أنت يعني قاعد أنت الآن اللي بتطرحه واللي بتقدمه لنا خلال الكتابات في الصحف في مقالك اليومي أو سواء عن رأيك المسموع أو المرئي، انت بتقدم عصاره سنوات تقدم لنا عصاره سنوات مضت. عندنا ناس هنا يعني عشاق الانتقاد، يعني شغلتهم قاعد في البيت في المكيف وحاطط التويتر قدامه، انه شغلته ينتقد الناس. لو تيجي تطلب منه ممكن يكتب ثلاث سطور ما يكتبها للاسف. ابو عناد زي ما الزاويه اليوميه يعني مهمه انتحاريه يعني. صحيح، انا اتفق معك في زي ما في حسام يعني ناس زي ما قال عليهم ناس يعني جالسة في بيوتها بتتكلم، بس في ناس برضو أيضا بتطرح وتقدم لنا شيء مفيد. صح، دائما دائما موجود. هذا في النهاية البضاعة الجيدة بتفرض نفسها أكيد على جميع الأصعدة. صدقت. طيب حسام، خلينا نروح للخبر اللي عندنا الأول اللي هو اجتماع لجنة الاحتراف. اعتمدت لجنة الاحتراف لاتحاد الكرة السعودي بعد اجتماعها الذي عقد مساء أو ظهر اليوم الثلاثاء 8 قضايا كانت ملزمة السداد على الأندية والصادرة من غرفة فض المنازعات، وذلك حسب ما أعلنه رئيس اللجنة عبد الله البرقان. وكتب رجل الاحتراف عبر صفحته في تويتر بأنه قال انتهى قبل قليل اجتماع لجنة الاحتراف، وكان أهم ما دار فيها الإعلان عن 8 قضايا ملزمة السداد في غرفة فض المنازعات على الأندية الصادرة، وشملت القضايا 8 قضيتي اللي هي اللاعب عيسى المحياني تجاه ناديه السابقين الشباب والاتحاد بسبب مستحقات مالية متأخرة، ونادي التعاون تجاه نادي الهلال بسبب انتقال الحارس فهد الثنيان، وكذلك نادي الجبلين تجاه نادي الشباب بسبب قيمة تعويض عن تدريب اللاعب عزام العفسان، ونادي العروبة تجاه نادي الشباب بسبب قيمة الدفعة الثانية لانتقال المهاجم موسى الشمري، وأيضا قضيتي لاعب الأهلي معتز الموسى ومحسن العيسى بسبب مستحقاتهم المتأخرة مع فسخ عقديهما مع النادي، وأخيرا قضية اللاعب محمد الصيعري مع نادي الاتحاد بسبب مستحقاته المتأخرة. والله شوف جابر، اذا كان لا طبعا اللاعب الاجنبي ما تخاف عليه، اليوم بيروح الفيفا وبيروح الكاس وبياخذ حقه، واذا تاخروا بالمبلغ بالضعف، لكن شيء طيب. كمان في المقابل في اخطاء اداريه، يعني في انا اشوف الانديه بعض الانديه على سبيل المثال يعني في النادي الاهلي، طب انتم عارفين لما يعني في مسؤول احتراف وعارف نظام، لما قاعد معتز ومحسن العيسى سنه كامله ما يلعبوا ولا مباراه، طيب كان المفروض انتم تمشوهم تسرح ويشوف يشوف رزقه. ولما تسألهم يقول لك هذه والله رؤية المدرب، ما في رؤية مدرب ولا في شيء، ترى عندنا الإداريين هم اللي بيقرروا وهم اللي بيشيلوا وهم اللي بيحطوا. حتى أحيانا تصادف يعني إذا حبيت تضحك، أحيانا النادي يقيل المدرب بالكامل ويجي السنة الجاية يقول لك المدرب أوصى بأن تنسيق فلان وما فلان. طيب يا أخي أنتوا كنادي الأهلي ما تبغوا ما تحتاجوا معتز ولا محسن العيسى، يا أخي روح إعارة زي ما راح المغربي وغيره وباسم العطلة وهذا. لكن شيء طيب إذا لجنة غرفة فض المنازعات بتحل مشاكل، كمان إحنا في المقابل كنا نتمنى أن تحل مشكلة سعيد المولد ومشكلة عبد عطيف، لأنه الاتحاد السعودي باعتراف أحمد عيد ومشكلة أيضا عماد الحوسني أكالوا جابر بكيرين، بينما صحيح. سعيد المولد لو تنظر كقيمة فنية الآن أهم من عبد عطيف، لما كان سعيد المولد دباس الأيادي وكسر التلفونات ما كان أحد يرد عليه، لا أحمد عيد صح. ولا يعني أنا كنت أتمنى أنه أحمد عيد مو عيب أنه حتى لو ساعد عبد عطيف وقدم له اقتراحات، لكن في المقابل تعامل سعيد المولد زي ما كنت بتعامل عبد نفس عطيف. الطريقة يعني أي لاعب هذا عشان إيش سبب الأشياء هذه أستاذ خالد؟ يعني وإحنا أسدنا لما الأمير عبد الله بن مساعد ساعد نادي الاتحاد في الحصول على 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 قرض مالي 150 مليون مقابل 5 سنوات تخصم من حقوق نادي الاتحاد والنقل التلفزيوني، هذا كله شيء طيب، لكن احنا نطالب بالمساواة. وفي المقابل كمان الأندية
لا تضغط على اليوم الغيره بتصير يعني. اديك مثال بسيط ممكن الاهلاويه خلينا نضرب امثله الاهلاويه ممكن يتحملون الاهلاويه. الاهلي نشف فريق مصطفى بصاص لما جدد عقده، بينما جاء اوسفالدو في سنه واحده كان عقده ب 40 مليون او حاجه زي كذا. طب هذه كمان انا اللاعب السعودي، او انه يطلع قرار يريحون من حكايه الاربعه على جانب. احنا اليوم حتى في المنتخب الاول بالكاد بندور مهاجم او مهاجمين هداف عشان هدافين، ما عندنا غير السهلاوي ونايف هزاز اليوم. وفي المقابل لما اربعه جانب اربعه لاعبين سعوديين بيتركنوا على الدكه. صحيح. طيب يعني حتى في إدارة الاهلي بيقول لك يعني الاهلي ما في نظام، ما في نظام اوكي، بس طيب ما هو الحارس الاحتياطي طول السنه ما يلعب مباريات بس ليش ما يروح يشتكي؟ انا ماني ضد التدخل الاداري، لكن تعال يعني انا عندي اسيويه، عندي بطوله دوري كاس، عندي دوري، عندي كاس، عندي كاس بالعاد، اعرف حاجه للاعبين. ها والله تعال وش معنى في لاعبين بنسقوهم؟ ما في الاهلي اسماعيل مغربي مرتين ثلاثه اعطوه اعاره الأندية ثانيه، في الاخير اعتقد باعوه لنادي الشباب بينما كان الاهلي يحتاجه. يعني تخيل الاهلي اللي هم جمدوا بحسن وجمدوا هذول والان هم بيدفعوا قيمه خطائهم، وسعيد المولد اللي هم كانوا محتاجينه دخل ستة اشهر، وشفنا الفيلم اللي دخل فيه سعيد المولد. وفي الانديه كلها يا اخي خصخصه ما صارت، ويعني توفير ما اليوم كل رئيس نادي بيجي هو يبغى يحقق بطوله بطولتين ويمشي. صحيح. وحتى الجمعيات العموميه جابر وحسام يعرف ما عاد لها دور، استلام وتسليم. يعني لازم اي رئيس نادي يبغى يستلم نادي يستلمه نظيف بدون ديون، او انه يشوفوا لهم حلول. يبدو انه الديمقراطيه او انه اعطاء الانديه، تعال كل نادي الحين بيجيني نادي مثلا خلينا نقول نادي الباطن يقول لك انا بتعاقد مع ميسي. لا يا حبيبي تعال، ايش عندك انت؟ ايش عندك امكانيات؟ ايش عندك؟ تعال وريني، حط لي امكانياتك الماديه عشان انا اليوم اللعب. والشروط الجزائيه ليش المدربين بيمشوا واللاعبين؟ لان هم بيفرض علينا شروطهم الجزائيه. صح. بينما نحن موافقين ونوقع على كل شيء، بينما في لعيبه عرب على مستوى عالي. تجربه اللاعبين العرب نجحت في الاهلي ونجحت في الانديه السعوديه، انا شفت في الزمالك، في الانديه المغربيه، في الانديه الجزائريه، والله لاعبين افضل من اللعيبه الاجانب اللي احنا بنجيبهم. هذا الكلام انا اتفق معه تماما. الدليل اكبر دليل على انه حتى على مساله التدخلات انه ما في رؤى فنيه واضحه، ولكن هي قرارات الاداريين او المتنفذين الفنيين. وهذا سبب الهدر المالي حسام. طبعا انا بس هنا النقطه اللي هاجي عليها ايش هي؟ دائما بنشوف لاعبين، ياما شفنا لاعبين مع انديتهم كل ما جاب هدف ويبوس القميص واحنا مفكرينه ميت في الفريق. تعال شوفوا اول ما يطلع يوصل بلده ايش يقول عن النادي هذا ولا على الكره السعوديه اصلا، كلها كلام ما ينقال. بس هذا واضح انه هم تجربتهم كانت بس مضطرين برضو بيداروا طول ما هم هنا. السؤال احنا يعني عفوا حسام اديك امثله على لعيبه العرب عشان بس اعزز كلامي. عمر السومة، اي جهاد الحسين، اللي كان حمزه الدردور، كان حمزه الدردور هو اللي كسب الاردن على استراليا الا صح. طيب هداف فاس اي ما في كلام. انا عندي كلمه من يوم بدا الاحتراف وبدا اللعيبه الاجانب، يا اخي الامير فيصل فهد الله يرحمه قال عباره انا ما انساها، قال يا جماعه الاحتراف تجربه قابله للاستمرار وقابله للالغاء، ما هي شيء منزل ما يتغير. الاحتراف دمر الكره السعوديه في وجهه نظر خالد قاضي، الاحتراف دمر الكره السعوديه، دمر تدمير كامل. ايش نسوي نلغي؟ انا ما اتكلم جزافا. عام 84 ما كان عندنا احتراف، جبنا كاس اسيا وشوف الدنيا كيف كانت. وعام 94 وصلنا في امريكا وكنا ندخل دور الثمانيه، ما كان في احتراف. الاردن غلبت استراليا من يومين ما في احتراف بدون محترفين الا صح. اليوم قطر فيها احتراف، بالكاد اليوم غلبت جزر المالديف، حتى فوزنا على فازوا اربعه اليوم اتوقع ولا اي حتى فوزنا على الامارات. شوف لاحظ حساب، شوف المفارقه العجيبه هذه. انا يعني بتكلم بحرقه لانه الاعلام صار يا جابر الحيطه الواطيه. لو احنا قدام الامارات لنتخيل ان هزمنا ولا تعادلنا على طول، اول ما تجوا الاعلام السبب على طول، الاعلام هو اللي ما حمس اللاعبين. أي. لكن حصل الفوز وضربه جزاء في الدقيقه الاخيره، المدرب كويس، نواف العابد غير النتيجه، اللاعبين ممتازين. صح. احمد عيد احسن رئيس اتحاد، ما ينفع ما اذا احنا نحتاج واقعيه. طيب خلونا نجي واقفين عند هذه النقطه مع الاستاذ خالد ومستمعين. راح نطلع على فاصل، وفاصل جدا قصير يعني لا تروحون بعيد، راجعين.
مجددا اهلا وسهلا اعزائي المستمعين في برنامج المنصه اذاعه الف الف. انا من خلف المايك جابر العميري ويرافقني الزميل حسام الحارثي وضيفنا الاستاذ خالد قاضي. حسام طبعا عندنا احنا ايضا كمان في خبر في لجنة الاحتراف ايضا. لجنة الاحتراف يلا يا سيدي ما ورانا غير لجنة الاحتراف. الله يرضى على الجميع بس ان شاء الله. بس عفوا سامحوني على المداخلة المقاطعة تحت الهواء. كنت بقول لحسام يا اخي انت يا لجنة الاحتراف يا سيد الفاضل جايتكم لائحة زي ما هي من الاتحاد الدولي طبق على اللاعب السعودي واللاعب الاجنبي تمام. ما في داعي ما في حاجة اسمها احنا نسعود اللوائح طيب اللاعب انت بتفرض لوائحك على اللاعب السعودي لكن اللاعب الاجنبي ما حق صحيح. هذا كله بعنان احنا بنناقشه دحين بعد الخبر هذا حنجي عليه لانه هذا له علاقه وطيده جدا. طيب في خبر ثاني بيقول اللي هو اعلنت لجنه الاحتراف باتحاد القدم السعودي صرف النظر عن طلب اتحاد جده بتسجيل المغرب مبارك بوصوفه وذلك لعدم اكتمال المسوغات النظاميه المنصوص عليها في لائحه الاحتراف. وقال عبد الله البرقان رئيس اللجنه في حسابه الشخصي اللي هو تويتر اطلعت نعم لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين على موضوع تسجيل مبارك بوصوفة وقد تبين لها من الخطاب الوارد بالنادي الاتحاد أنه لم يرسل عبر الوسيلة الرسمية المعتمدة بموجب تعميم الأمانة وبناء على ذلك تم صرف النظر عن طلب تسجيل اللاعب طلب تسجيل لاعب طبعا اللي هو في نظام التسجيل يعني حطوها انه نادي الاتحاد غلطان ما ارسل هو دحين حنشوف. في كمالة الخبر برضو انه كان مسؤولية اتحاد جدة اعلنوا في وقت سابق عن تعطل نظام اللاعبين في اخر لحظات الفترة الخاصة بتسجيل اللاعبين المحترفين منتصف الشهر الماضي مما منعهم من تسجيل اللاعب. يعني مرة ثانية استاذ خالد هذه زي كأنك داخل اي بنك ولا رايح اي مثلا ادارة وقال لك السيستم ايش عطلان. هل هذا مقبول؟ أنا عبد الله البرقان أول واحد هو اللي بيكيل بميكالين أذكر في نادي النصر أنا شفت ما حاب أتكلم ترى إلا بأمثلة لأني أنا يعني هنا في الهاردس بسجل وجهة نظرك الدينة في على طالب موضوع سعيد المولى نعم. اللي طلع بطاقة بديل وصرح البرقان قال لا يمكن سعيد المولى يلعب في أي نادي سعودي عندما كان عبد الله البرقان مدير الاحتراف في نادي الهلال هو تلاعب على النظام في موضوع طارق التائب. خلينا نكون صريحين صحيح. طيب ابو عنان بما يتعلق بالجزئيه الثانيه اللي هي ايش البصوفة ايوه هو الموضوع طيب. عن بصوفة قبل كده نادي النصر يقول لك اي لاعب عاطل ممكن تسجله في اي وقت. انا اللي اعرف انه بصوفة لاعب عاطل وممكن نادي الاتحاد اذا في اوراق ما كملها وكذا هذا هو تستكمل ويلحق يعني. طيب ابو عنان حسام اي طبعا خلينا احنا نوقف عند النقطه هذه بس حنتكلم عن موضوع اللي هي عندنا دوره أولمبية للألعاب الخليجية الثانية والتي ستقام في مدينة الدمام يوم 15 أكتوبر الموافق يوافق يوم الخميس القادم. طبعا بهذا الخبر طبعا ويوضح لنا أكثر الأستاذ معنا يلتحق عبر الهاتف الأستاذ غانم القحطاني رئيس اللجنة الإعلامية. مساء الخير أستاذ غانم. مساء النور. هلا والله أخوي جابر وهلا فيك معي الأستاذ خالد قاضي وزميلي المذيع حسام الحارثي. ونعم الله أخوي حسام ونعم الله أبو عنان كيف الأجواء في الدمام؟ حياك الله اليوم غانم طبعا اليوم أبو عنان حاشكم ها؟ هذا أنت تولعها يعني عاتب اللي تحبه. لا لا هو لا لا هو عفوا كان عتاب لانه البطوله قربت. انا والله انا قلت انا نفسي اعلامي وما كان عندي خبر ان البطوله يعني كانت حتبدا يوم الخميس. كنت اتمنى اخوي غانم انه من قبلها على الاقل باسبوع انه ممكن بس تعرف الجماهير راحوا في قضايا كره القدم ولعيبه كره القدم كانت هي اللي اكل الجو اكثر. يعني انا لو تسمح لي ابو عنان يعني النقطه هذه قبل اخوي حسام بعد اذنك النقطه هذه الدوره أول شيء أنت تعرف قضية سعيد المولد والله لو تجيب كأس العالم عندك في السعودية ما حد حينتبه. أنا معك عارف إيه أي. يعني قضية سعيد المولد ما أكل الجو. بعدين جت مباراة المنتخب السعودي بعد مباراة المنتخب السعودي بدأنا يعني نكثف التواجد والتغطية الإعلامية. يعني إحنا متواجدين في جميع الإذاعات متواجدين في جميع القنوات من ناحية تواجد إعلاني وإعلامي في نفس اللحظة واجبنا في المنطقة في المنطقة الشرقية عبر الفعاليات المصاحبة. يعني بالعكس احنا نشعر انه الدوره يعني كاصداء وكرده فعل يمكن اكثر من كاس الخليج. كاس الخليج كانوا الناس يعاتبوننا وانا كنت في اللجنه الاعلاميه ما كان في تسويق لها قبل الدوره. كانوا الناس يعرفونها كشعبيه وكخبره كاسم
لكن هذه الدورة الحمد لله يعني احنا الآن في المراحل النهائية كما تعلمون ان الدورة طبعا فعليا انطلقت امس، لانه دائما في الالعاب الجماعية طبعا هي ما يطلق عليها اولمبية لانه في العاب خارج الاولمبيات، نقول دورة الالعاب الخليجية الرياضية الثانية بدأت من امس كرة الهدف المكفوفين ممتاز الطائرة والافتتاح ان شاء الله حيكون يوم الخميس. اخوي غانم طبعا اعتقد البطوله كمان جات هي كده في وسط المعمعه، بطوله غرب اسيا وتصفيات تصفيات كاس اسيا وكاس العالم ومباراه المنتخب وجاء كده، لكن ان شاء الله يعني الاستاذ جابر كان حريص انه يتواصل معك انك تلقي الاضواء على الاستعدادات الاعلاميه والالعاب اللي حتكون موجوده في الدوره. الله يسعدكم ان شاء الله، وبالعكس احنا طبعا البطولة حيشارك فيها 15 لعبة، الدول المشاركة الخليجية 6. طبعا احنا شوي صار عندنا شوية تعطيل بعد انسحاب الوفد الكويتي بسبب انتوا عارفين العقوبات والمشاكل الإدارية الموجودة. فالحفل احنا اللي تسوى الان طالع من بروفة حفل الافتتاح، حيكون حفل مبهر يجمل، خلونا نقولكم يجملنا كسعوديين في الاحتفالات. ممتاز. الساعة كم حيكون الحفل؟ الحفل حيكون الساعة 8 مساء إن شاء الله، طبعا برعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو الأمير سعود بن نايف، وحضور عدد من المسؤولين والشيوخ من دول الخليج، وحيكون إن شاء الله حفل مدة تقريبا ساعة وتقريبا وخمس إلى ساعة وعشر، وفعاليات تبدأ فعليا الألعاب المختلفة من يوم الجمعة. ومنقول بطبيعة الحال أستاذ غانم طبعا ملعب الدمام أيوة الحقوق حصلت عليها القنوات الرياضية السعودية وقنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات الدوري والكاس القطرية، فالبطولة منقولة فقط على عبر الثلاث قنوات في جميع الألعاب، جميع الألعاب حتكون مشاهدة عبر الثلاث قنوات هذه فقط، بإضافة لبرامج والبرامج اللي في القنوات التلفزيونية أو في الإذاعات، يعني إن شاء الله حتكون متواجدة في ذلك. ممتاز. طيب سيد غانم يعني كل الوفود وصلت والأمور إن شاء الله بإذن الله عندكم؟ نعم. أنت تعرف أنه البطولات اللي زي هذه في ألعاب، يعني أعطيك مثال ألعاب القوة حتنطلق الفعاليات بعد 10 أيام، فبالتالي تبدأ الوفود تتواصل على حسب الألعاب، يعني ممكن الطائرة حتنتهي بعد يومين حيتم إعلان الميدالية الذهبية لكرة المكفوفين، فهي ما في وصول موحد لجميع الفرق، كل على حسب الجدول تبعه، فبالتالي احنا بدأنا استقبال اللجنة المنظمة طبعا رئيس سمير عبد الحكيم بن مساعد ومدير بطولة استاذ عادل بطي، يعني حرصوا على انه كل لعبة تكون في فندق، يعني هتلقى كل فندق فيه اللعبة الفلانية بطاقمها الإداري التحكيمي بالإعلامي في هذا الفندق، خلاص هذا فندق كرة الطائرة. ممتاز. مهتم هذه اللعبة يتوجه الفندق. لا اختيار الدمام، عفوا جابر، اختيار الدمام كمان غانم اختيار موفق على اعتبار انها قريبة، وترى الدمام قياسا بجدة والرياض يعني اهدى من حيث زحمة المرور وال صحيح. حتى الاجواء حتى الاجواء الكباري والانفاق يعني عامل زحمة كبيرة. استاذ غانم حتى الاجواء يعني وكلها مدن المملكة قادرة ان تستضيف جميع المناسبات الرياضية، والحمد لله يعني رعاية الشباب والدولة أيضا بدعم من دولة خادم الحرمين الشريفين أنه طبعا فيه دعم كبير من الدولة لرعاية الشباب والبنية التحتية، هذا كل مدن المملكة متاحة استضافة أي بطولة. لكن السؤال، هل عندكم يعني موقع أنا أقدر أخذ معلومات كاملة من الموقع بالنسبة للصحفيين وبالنسبة للناس اللي يعني يبغوا يتابعوا الدورة على الانترنت؟ طبعا عبر تويتر في موقع الدمام 15 اللي هو دمام 15، هذا الموقع يحدث يعني بكل دقيقة آخر الأخبار آخر الانفرادات، كذلك في موقع البطولة موجود برضه الدمام 2015، بالإضافة إنه في نشرة يومية تروح لجميع وسائل الإعلام السعودية والخليجية وثلاث الأنباء، يعطيك آخر الأخبار وآخر معلومات الدورة، يعني هذا الموقع أعتقد اللي في تويتر هو يفي بالغرض، يعني اليوم عطانا صور من الحفلة المصاحب الفعاليات، كان اليوم في فعاليات عروض سيارات معدلة، عروض الأطفال، عروض شغلات معينة. جميل، يعني فيها شيء غير رياضة يعني. رياضة يعني اهتمامات شبابية بالمجمل. جدا جدا أنا البطولة يعني في شغلات يمكن تم، يعني خلنا نتكلم صراحة، احنا ثلاثين الأخبار اللي كانت كاس الخليج لأول مرة وإن شاء الله. نعم، وسوينا فعاليات مصاحبة للأسرة في المنطقة الشرقية، نستعرف جميع المباريات أو جميع الحضور في الدورة حيكون مجاني، بالتالي كانت حرص في تنسيق مع الجامعات
للطلبة المتطوعين، والحمد لله من جامعة بترول، جامعة الدمام، وجامعة الملك فيصل، في تنسيق مع معهد الدراسات الفنية والبحرية للطلبة المشاركة والحضور والتواجد، في تنسيق مع إدارة التعليم. فالمنطقة الشرقية بصراحة يعني أمانة المنطقة الشرقية خصصت لنا يعني عدد من اللوحات والأماكن المعينة للإعلان للدورة. شركة ترامب شريك استراتيجي هالدورة، والمعلومية يعني يبين لك أهمية الحدث إنه شركة ترامكو لأول مرة في تاريخها تدخل رعاية في المجال الرياضي. ممتاز، هذا خبر سعيد، خبر ممتاز. يثلج الصدر. يعني لما جلسنا مع الزملاء الأستاذ رايد علوني قال لي إنه تصدقون هذه أول دخول أرامكو في المجال الرياضي. وهذا المطلوب. وهذا المطلوب استدعى غانم من الشركات اللي هي تدعم المناسبات الوطنية وتدعم الرياضة وتدعم الشباب، البنوك، شركات الاتصالات، كذا على أساس كذا هناك حرص إنه تنجح الدورة. لأنه خلنا نتكلم، صار أنا أتكلم كإعلامي رياضي الآن مش كمسؤول في الدورة، نجاح أرامكو هذه الدورة يشجعها أنها تواصل أكيد الدخول في المجال الرياضي. فإحنا مفروض أن يكون في تكاتف اللي يشعر المعلن انه والله السلعه اللي جالس هو متواجد فيها انها سلعه مربحه، فبالتالي مجرد احنا دخول شركه ارامكو هذه الدوره اعتقد انه عامل مهم جدا لنا في المستقبل باذن الله. ممتاز. طيب جابر يشر لي عنده سؤال اظن. تفضل. قبل لا تختم لانه الختام عندك طبعا، بس انا بوجه رساله من الف الف ل الشرقية، سكان الشرقية، سكان ضواحي المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية ما شاء الله كبيرة، اللي تسمعونا مستمعين ألف ألف، يعني زي ما قال سيد غانم القحطاني، في أشياء كثيرة، في أشياء جديدة، في أشياء للعائلات، وفي أشياء طبعا للشباب. صحيح؟ صحيح، بالعكس دعوة عامة ومفتوحة. ما يدرون عنها الناس أن البطولة لا تقام في مدينة الدمام فقط، احنا نلعب في مدينة الدمام ثلاث ألعاب، نلعب في مدينة الخبر أربع ألعاب، الظهر اللعبة، نلعب في القطيف لعبتين، نلعب في النعيرية لعبة، نلعب في بجيت لعبة، حتى ميدان الفروسية في نوفا في الرياض في لعبة. فاحنا عندنا ست مواقع، يعني مشاركة ضخمة، 3000 رياضي بين لاعب وإداري. غانم عفوا، أنا سمعت حتى الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي حتكون له مشاركة في سباقات القدرة اللي حتكون في بجيت أعتقد. هو طبعا سباقات القدرة والتحمل، تعرفون الشيخ محمد الراشد من الرابعة ومن الرواد وبطل فيها هو وابنه اسمه الشيخ حمدان. صحيح. اللجنة المنظمة وضعت الميدالية الذهبية في هذا السباق باسمه المرحوم الشيخ الله يرحمه راشد بن حمدان. فبالتالي هناك طبعا البطولة حتبدأ يوم السبت القادم، وصلتنا موافقات مبدئية إن شاء الله بالمشاركة، كذلك من الشيخ خالد بن حمد والشيخ ناصر بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأبناء ملك البحرين، كذلك عدد من الشيوخ من قطر ومن الكويت، خاصة قدرة التحمل 120 كيلو. طبعا التأكيدات على المشاركة من عدمها، قد تكون مشاركة بالحضور والتشجيع، وقد تكون مشاركة عبر المشاركة حقيقة الغالب. وحتى أنا بقول كلمة صغيرة، يعني أشكركم على دعوتكم للإعلاميين، سواء أنا أو غيري من الإعلاميين والكتاب، وهذا تقدير من اللجنة المنظمة واللجنة الإعلامية للإعلاميين السعوديين والإعلاميين الخليجيين. أنا إذا تسمح لي أبو عنان، يمكن أنت عصرت الفترة اللي أنا بتكلم عنها. لا. نعم. وأنت إعلامي يعني. الله يسعدك. سمو الأمير عبد الحكيم بن مساعد حرص على أن متواجد الإعلامي الخليجي موجود. المنطقة الشرقية في بداية الثمانينات كانت يعني ملتقى الإعلاميين أيام نادي الاتفاق والبطولات والإنجازات، وكانت المنطقة الشرقية يعني متواجد في الإعلام بكثرة. الفترة الماضية يمكن الأستاذ خالد قاضي لو تسأل الآن، يمكن له فترة كثيرة في منطقة الشرقية في العشر أو 15 سنة الماضية يمكن ما يجيها إلا زيارات بسيطة. بالتالي وجود الإعلاميين، خاصة أنه لما يجينا مثال، خلونا نضرب مثال للأستاذ أبو عنان، هو متعود على كرة القدم، لما أنا يتواجد في دورة فيها تنصاول أو ألعاب قوة نغير المود حقه. صحيح. أكيد ممكن نساعده في أنه بكرة المقال حقه ما يكون يكون مدحين. لو مدحتكم بكرة حيقول لك والله عشان وجهوا له دعوة، لكن إن شاء الله إحنا بالعكس، إحنا حتى اليوم، حتى مقالة اليوم يعني إحنا ما كان أبدا ما كان فيها تجريح، كانت هي بس تحفيز للجنة الإعلامية، أنه يعني كنت أتمنى أن تكون
الدعايه الاعلاميه مبكرا باذن الله، وان شاء الله وحتشوفوا شيء يعجبكم ان شاء الله. والله طيب. اذا فيها دعوات يعني دائما ننتقدكم اجل على طول، هي ما جت مراضاه، هي انا اللي فهمت انه سبقت. طيب استاذ غانم نشكرك كل الشكر، الله يحفظك، وحقيقه تظاهره رياضيه خليجيه بامتياز، نتمنى لها النجاح ان شاء الله باذن الله. الله يقويكم، نتمنى لك ليله سعيده، الله يحفظك، مع السلامه. طيب اعزائي المستمعين، هذا دويتو حلو، انا وانت طيب طيب، يلا قول قول وانا اقول، هنقولها فاصل انا وانت سوا. طيب نطلع فاصل، نطلع فاصل يلا. اهلا وسهلا اعزائي المستمعين في القسم الاخير من برنامج المنصه على اذاعه الف الف، انا جابر العميري احييكم، وزميلي حسام الحارثي، وضيفنا في الاستديو الاستاذ خالد قاضي. طبعا احنا قفلنا طبعا حسام المحور اللي هو حق اللجنه الاولمبيه، الان نروح في محور عندنا ايضا صحيح. اخر، وانا بس في عجاله على الموضوع اللي دخلنا فيه استاذ غانم، يعني سجلت كل المعلومات القيمه اللي قالها، وان شاء الله راح نكتبها برضو في تويتر لانها تستحق الانتشار والاهتمام صحيح. اكبر واكثر. طيب في عندنا خبر هالمره من ساحل الشرق للساحل الغربي، نرجع على جده يا سيدي. طيب نشر مساء اليوم المركز الإعلامي بالنادي الأهلي سالم الأحمدي صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، جمعت كلا من رئيس النادي الأهلي مساعد زويهري ونائبه عبد الله بترجي مع الرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز بحضور عضو الشرف الأهلاوي الأمير فيصل بن خالد بن عبد الله. وعلق الأحمدي على الصورة التي كشف عنها برسالة وجهها إلى كل من شكك في تراجع الإدارة الأهلاوية عن رفع القضية الموجهة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجاء نص تعليق الأحمدي كالتالي: الرمز الأهلاوي الكبير الأمير خالد بن عبد الله يجتمع بفريق العمل ويؤكد لهم أن سمعة الأهلي خط أحمر، مؤكدا الأحمدي بذلك عن دعم الرمز الأهلاوي للقضية التي مست بسمعة النادي الأهلي وإنهاء كافة الإجراءات القانونية لرفع قضية ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم المتسبب بها. هذا وقد كشف الأحمدي في وقت سابق للشارع الرياضي عبر لقاءات مرئية عن مذكرات تم رفعها إلى الفيفا من الاتحاد السعودي لكرة القدم على مطبوعاته، حرض فيها الأخير ضد النادي الأهلي لدى الفيفا، تحتوي في مضمونها على اتهامات وعبارات مسيئة شوهت سمعة النادي الأهلي أمام المنظمة الدولية، ومن المنتظر أن تكشف الإدارة الأهلاوية لجمهورها في الأيام القادمة عن كافة المستجدات المتعلقة بهذه القضية. وأنا هنا عندي بس رأي بسيط، إذا كان في يعني تشويه مثلا لسمعة، وما كان إذا وصلت الموضوع للمنظومة الدولية فالتشويه حاصل على الرياضة كلها، مش الأهلي وبس، بس هي حالة يعني غير مسبوقة أبدا يا جابر، عملية إنه اتحاد كرة يعني فعلا غير مسبوقة، بس هذا ولا في العالم إنه اتحاد كرة يعني هم خبصوها بالبيان بكحلوها عموها لما طلعوا البيان، وكان فيه اعتراف ضمني، حتى اعترافهم للنادي الأهلي كذا اعتراف خجول كذا، وجاي آخر سطرين ما كان اعتذار يعني معلن واضح، يعني بكل بساطة يعني يقولوا والله خالد شكري غلط، بدأ ما يكتب هذا رأي نادي الاتحاد قال رأي، وخالد شكري نفى وخبطوا في بعض، والبرقان نفى اختلط الحابل بالنابل. طيب انت احمد عيد لا تقول اس تي ام ولا يسموها تي ام اس ايا كانت، مسكين النظام هذا يا اخي، انت احمد عيد كيف يروح خطاب للفيفا وانت ما طلعت عليه؟ واذا طلعت عليه فالمصيبه اعظم، يعني لا، وخطاب باللغه الانجليزيه، الان القضيه خرجت لا سعيد المولد ولا نادي الاتحاد، الخصم صارت يعني اتحاد الكره وضع نفسه خصم، لو اتحاد الكره أرسل 90 ولا 200 ورقة من نادي الاتحاد وحطها وعمل عليها خطاب إنه هذا رد نادي الاتحاد بالكامل، إحنا ساعي بريد، إحنا بنوصل المعلومة، لكن أما إنه يعني اتحاد الكرة يتكفل بالرد يعني نيابة عن نادي الاتحاد. طيب استاذ خالد، والبيان الأخير هو ما استفز الأهلاويين، والعبارات الخارجة الغير محترمة التي لا تليق باتحاد محلي إنه يشوه، وبعدين عند فين يعني طيب ورينا غرفة فرط المنازعات ليه ما حلت المشكلة؟ إيه ما إحنا قارين خبر فيه فرط كم مشكلة؟ إيه حسام حبيبي كان المشكلة يعني
الأمير فيصل بن فهد والأمير سلطان والأمير نواف، يا ما قضايا كانوا بتنحل ودية حتى على مستوى السياسة، في قضايا بتنحل وديا بين دول وانتهى الموضوع، مو كل قضية. طيب هم تحدوا سعيد المولد وصعد الموضوع، والله الموضوع كان أبسط مما تتصور. ها زي ما أحمد عيد أنا يعني معك والله أتواصل أحمد عيد يقول أنا ما اتصلت بعبد العطيف، لما عبد العطيف اتصل بك وأعطيته ثلاثة أربعة حلول طيب، وهذا ابنك وكمان سعيد المولد ابنك صحيح ولاعب منتخب، لكن كلمات يعني نادي قذر وتصرفات قذرة هذه. واليوم إدارة الأهلي سواء الأمير خالد أو صنع القرار أو مساعد الزويري هم تحت الضغط، لن يرضى جمهور الأهلي بعد ما تكشفت الأمور. ها أنا عندي سؤال بس يعني البيان حقهم أدانهم للأسف. أنا عندي سؤال، طيب الحين احنا متفقين على فكرة اثنين مختلفين إذا جو يحتكموا عند أحد، خلينا نقول مو اثنين جو، في الطرف الأول اثنين أخوان عند أبوهم. أوكي طيب أنا عشان هذا المثل ما نعرف ليه أنا كنت عندك أنا كنا قبل الهواء عشان تكون الصورة قريبة، اثنين أخوان عند أبوهم. أنا أوكي خلينا أنا عشان هذا المثل قال لي يا جابر قبل لا نطلع على الهواء وقلت له أنا ممكن إيش أنا إذا كنت أبوهم أحول الأولاد وأقول حلوا مشكلتكم عند أمكم بصراحة، ما هو مثل ما هو يعني مرة نقدر ناخذ عليه لكن نقول مجاز يعني الأمور أيوة أكيد يعني. أنا القضية اللي عندي إذا في طرف راح واحتكم أو اشتكى الحين القاضي أو المسؤول اللي مفروض يحل المشكلة هذه اللي إحنا نتكلم على الاتحاد الآن السعودي، ليش ما بكل بساطة أخذ هذه الأشياء وقال يا أهلي تعال ترى في عليك كذا وكذا وكذا قبل لا أنا أروح لأرفع الأوراق هذه وفيها توصية كمان. هو ما هو زواج كاثوليكي، ما في عقد في العالم غير قابل للانفصال اللي هو أكبر عقد اللي هو في قدسية وفي شرع الزواج. لو واحدة زوجت على واحد وجاء المملك وخلصوا وجاءت قبل الدخلة مثلا لما أخذ عفو عتابي قبل الدخلة بيومين قالت أنا والله العريس هذا ما عاجبني يجبروه أن يتزوجوا حتروح عند القاضي وحيرجعوا للمهر. يا أخي تعالوا أنت يا برقان وأنت يا أحمد عيد كان ممكن تعال يا أستاذ إبراهيم يا أستاذ منصور يا نادي الاتحاد ترى اللاعب وقع لكم بس ما يبغى يوقع خلاص. إذا كان سعيد المولد عليه شرط جزائي يدفعه والأخذ المولد وحتى بعدين واللي طبر الموضوع أكثر طلع الأستاذ فواز المولد والد سعيد المولد في قناة الكاس قال لك ولدي وقع لكن ما أخذ ولا ريال من نادي الاتحاد. هي حلها الموضوع تشربك والموضوع كان ممكن ينحل ببساطة شديدة. أنا معك في هذا الموضوع، أنا من الناس اللي مستاء جدا إنه إحنا واصلين يعني هذه الكرة عفوا بدل ما يحلها يقوم يصب الزيت على النار. والله انا شوف الان ما في خصومه عفوا عشان تكون الصوره دقيقه بس ما في خصومه بين الاتحاد والاهلي ابدا اكيد الاتحاد أكيد. هذا اللي بعلق عليه وضع نفسه خصم للاهلي هذا اللي بعلق عليه حسام استاذ خالد يعني انت كاتحاد ترى لا ياخذ كلامي انا كاتحاد عفوا انا ماني مخول اتكلم باسم الاهلي انا هذا رايي الشخصي انا سالم الاحمدي لما يتكلم باسم النادي انا هذا رايي الشخصي ولو الاهلي غلطان انا الاهلي خطيته من يوم فرط سعيد المولد لكن الان الموضوع اخذ بعد جانب اخرى هذه قضيه ثانيه الامير خالد رجل عنده خبره ورجل مثالي ورجل حليم ورجل لكن الرجل يعني ما يرضى انه كمان الاهلي يهان بهذه الطريقه وفين في الفيفا صحيح ابو عنان يعني انت الان اتحاد محلي وعندك ناديين انت طرف ثالث المفترض انك تكون طرف محايد نعم. المفترض انك انت تحل القضية وتلم القضية مو تتبنى أطراف كطرف رئيسي في القضية تتبناها مع نادي الاتحاد أو تتبنى آراء الاتحاد معلش آراء نادي الاتحاد وترفعها للاتحاد الدولي تشويه سمعة نادي يعني نادي وطن ممكن بكرة يمثل مو ممكن لا أكيد من الأندية اللي تمثل الوطن في البطولة الآسيوية أي مناسبة دولية وهذا تشويه وهذا تشويه للأندية السعودية أزيدك من الشعر بيت أنا قبل ما حتى قبل ما بلاتر لما أصر إنه يستمر قلت أي اتحاد في العالم أي اتحاد كرة في العالم بما في الاتحاد السعودي أعطى صوته لبلاتر هو اتحاد فاسد هو بلاتر اللي هم كانوا يهتم به وكانوا يجيبوا منه خطابات وإنه حتى لما اجتمعنا بالجمعية العمومية ولا عندنا لائحة أساسية يا رجل هذه حاجتين تسقط أي اتحاد في العالم تسقط اتحاد قاري لا اجتمع بالجمعية العمومية ثلاث سنوات ولا عندهم لائحة أساسية
هذه تصبح هذه مشكله اتحاد. هذه طبعاً. مشكله صحيح هذه مشكله يعاني منها تعاني منها هذا اللي هو اي اتحاد ما تساعد بلاتر اللي كانوا يهتموا به هذا هو بلاتر كبره سقط ايوه يعني امام وبلاتيني أمام ايضا ميشيل بلاتيني سقط اقول لك حتى عفوا حتى محمد النواصر لا سقط يعني عنده كثير من الملاحظات طبعا الان حل التحقيق رابط الدوري المحترفين في الاتحاد السعودي غير قانونيه قول لي ليش ما فيها لا قانوني لا محمد النواصر ما هو منتخب من الانديه صحيح معين يعني بعدين احنا ليش نستعود اللوائح انا ماني فاهم يا اخي نجيب الاتحاد الدولي يقول لك خذ لائحه اساسيه نصية. كامله ترجمها وحطها لا نعدل ونشيل ونلغي ونحط يعني تخيل البرقان يعني يبغى لما بعد ما سعيد المولد راح للبرتغال وحصل على بطاقه بديله يبغى يطلع لائحه جديده يجبر سعيد هو انت برقان انت بتمثل نادي الاتحاد ولا انت انسان الان هو نفس البرقان كان يتلاعب على النظام احنا نكيف لما كان في نادي نكيف القوانين على كيف عفوا طارق التايب والله ما اذكر عام كم طارق التايب البرقان كان مدير الاحتراف في نادي الهلال وتلاعب على النظام ودفع نجح بعدين دفعوا 600 طبعا ودفعوا 600 الف دولار هذا حصل في اداره الامير محمد بن فيصل والى الان يا استاذ جابر حسام الادوارد لاعب الهلال الان بيلعب ببطاقه بديله في صحيح. الـ وقبله كذا لاعب بيلعبوا للاسف والله هي قضيه محيره انا وصلت الى نقطه اللي صرت يعني فين الكلام اللي كان احمد عيد يقوله ايام الانتخابات يا اخي لجل الله رجعونا ايام ما كنا زي زمان الرئيس العام رئاسه الشباب ورئيس اتحاد الكره موافقين لانه هنا ما نبغى انتخابات بطلنا واذا مره هو يعين لك واحد يقول لك هو هذا الموجود خلاص. وخلاص هي. خلاص انا من فيصل ايام قضايا كان يحلها بين الانديه ها كان صح. بالتليفون يحلها او يجيب رئيس النادي وهذا انتهى الموضوع صح مو هذا واجب المظلة الرياضية الأولى في البلد إنها هي تجمع الرياضيين في حال الخلاف عشان تحل اليوم حتى في قضايا ثانية في ناس اتجهت لهم بس لحظة بقول لك شيء اليوم في ناس حتى بتتجه عشان الحل الودي صاروا يلوموهم يعني هو أنا برأيي برضو الاتحاد السعودي ملام عندنا في كل القضايا في كل الأحوال في ناس حتى ما تبغى تستبصر إيش الخفايا على طول بيلوموا لا أمانة شوف أنا لا في عداوة بينه وبين أحمد عيد صديق عزيز وكنت والله أكثر واحد أتمنى نجاحه لكن هو من أسقط نفسه يا رجل أحمد عيد لما عام 98 في كأس العالم لما كان مدير المنتخب الأول الأمير فيصل أقاله قالوا إقالة أحمد عيد طيب والفترة اللي كان فيها أحمد عيد رئيس الأهلي كانت أسوأ فترات النادي الأهلي فللأسف أحمد عيد يعني رجل ينفع رجل توافقي ها يعني ما يبغى حد يزعل منه لكن أنا رئيس اتحاد كرة يا رجل أنت تكون صاحب قرار صحيح الأمير فيصل كان صاحب قرار الأمير سلطان كان صاحب قرار الأمير نواف بن فيصل بكل شهامة وبكل شجاعة لما خسرنا كأس آسيا قال طيب. أنا مستقيل أبو عنان سؤال لو أنت رئيس نادي الأهلي الآن صاحب قرار نعم إيش قرارك حيكون في القضية هذه إسقاط أنت خلفك جماهير وخلفك مطالبين إسقاط إذا أحمد عيد بعد أعضاء شرف أحمد عيد بعد ما يسيب اتحاد الكرة هيرجع عضو شرف في نادي الأهلي أنا أقول إسقاط العضوية الشرفية لأحمد أصلاً عيد أصلا لا أحمد عيد أنا أقول لك تأكيد بس مسقطة من لأنه لا طالما أنه هو خلاص هو باقي له سنة وحيمشي هو لا هو مسقطة من النادي الأهلي ما هو عضو شرف في النادي الأهلي لا إذا بعد ما حيسيب هذا ما حيصير عضو شرف لا ها ولا أصلا غير ما مسقط حكول. مسقط أصلا يا أخي أحمد عيد هو من أسقط نفسه حتى لو جاء بيصير يعني هو شوت ما في أهلاوي غير أحمد عيد جامل. لا أنت الآن يعني أنت صاحب قرار كرئيس نادي الأهلي إيش المفروض أنك أنت تسوي الآن يعني أنت إيش قرارك ما أنا جاي بحب عليه الأهلي خسر ثلاثة دوري بنافس عليها مع النصر ومرة مع الشباب بيضل وجود أحمد عيد ما زعلوا بس كمان أنت تكون منصف يعني أنا أعرف شخصية الأمير خالد بن عبد الله عن قرب رجل لا يستفز بسهولة أبدا ها لكن لما تيجي يعني وفي الفيفا أنت أحمد عيد ما طالب أقول لك جامل الأهلي ولا جامل الاتحاد من هو قبل شوية بخط البرقان في حكاية لعب المغربي بصوفة ويحط ودحين يقول لك حاطين لوائح وحاطين مش عارف ايه ما في يعني العمليه صارت ايش اقول لك يعني كذا دخلت رجب على شعبان على رمضان في تعليق حسام عندك والله انا لا بس كان عندي سؤال على حتى هذا كنت عشان ايوه قبل لا ننتقل للمحور اللي بعده ايه؟ في شيء
انت وصفته بالاعتذار اللي هو قالوا الاتحاد السعودي. نعم، اعتذار خجول. خجول، ايوه. انا برايي خليني من خجول او غير خجول، ارى انه الاعتذار يعني اليوم لما الاهلي يقول احنا الاعتذار هذا ما احنا قابلينه، قبله كانوا يقولوا ايش، احنا نبغى نطلب اعتذار على الكلام اللي اتقال. طب لما جاء الاعتذار الاهلاويين اليوم يقول لك لا هذا الاعتذار مو حلو. طب يعني انا بس ما عرفت ايش نوع الاعتذار. الاهلي عفوا حساب حبيبي، انا مو لي عشان الناس اللي اعتذرت تعرف كيف تعتذر. انا قريب من الاهلاويين ما زعلوا من الاعتذار، لكن زعلوا انه تعامل مع الموضوع ببساطه. قالوا والله خالد شكري ببساطه انه حملوها على واحد ما تحملوا مسؤوليه. خالد شكري قالوا ببساطه شديده انه قال بدل ما كتب انه هذا رد نادي الاتحاد كتب هذا رد. يا اخي انتوا خذوا 90 ورقه حقت نادي الاتحاد وارسلوها للفيفا، خلاص ديك الساعه انتوا برا الموضوع. انت كاتحاد هنا دورك ساعي البريد، ها الحين تيجي بس تقول لي وصل رساله لجابر، ها حوصلها زي ما هي ورساله، ما حفتح الرساله هي مو معامله اشرح عليها ولا عدل عليها ولا صح. والله حسام اداني رساله قال لي اذا قابلت جابر اعطيني اوصل لي هي، انا ساعي البريد. اما انه اتحاد كره غير مخول، لكن كيف تسربت؟ هم زعلانين، هم مقهورين، يقول كيف تسربت؟ والتسريبات على هذه غير من حق الاهلي يحصل عليها بطريقه او باخرى. طيب. ما في شيء يستخبى. طيب كذا خلينا نقفل هذا المحور، ننتقل حسام الى محور اخر. الساده المستمعين، طبعا عقدت لجنه التراخيص الانديه مساء امس الاثنين 29/12/1436 اجتماعها الخامس برئاسة الأستاذ طارق كيال وبحضور أعضاء اللجنة المحامي الأستاذ رياض الكنية والأستاذ محمد السليم والدكتور مبارك المطوع والأستاذ عبدالله كبوها ومقرر اللجنة الأستاذ عبدالله عسيري، إلى جانب حضور مدير إدارة التراخيص عبدالعزيز الحميدي والمدير المالي محمود الخطيب. وتم من خلال الاجتماع مناقشة الملفات التي قدمت من قبل الأندية طالبة الرخصة، ونظرا لحاجة اللجنة لمزيد من الدراسة لهذه الملفات للتأكد من مدى تطبيق هذه الأندية للمعايير الواردة في لائحة تراخيص الأندية وإصدار القرار بشأنها، فقد رأت اللجنة النظر في ذلك تمهيدا لإصدار القرار بمنح الرخصة من عدمه خلال الأيام القادمة. اللي أبرزها جابر إنه النادي ما يكون عليه حقوق مالية لا عند لعيبة أجانب ولا عند لعيبة محلية. والله شوف يا أبو عنان، هي طبعا مجمل شروط ومجمل اشتراطات لازم إنها تتوفر في النادي، منها البنية التحتية، الالتزامات المالية، عقود اللاعبين، أمور أخرى، أمور كثيرة. انت شايف ابو عنان، هل تنطبق؟ هل ممكن كل الانديه تحصل على هذه الرخصه، ولا حيسقط كثير من الانديه ما تحصل على هذه الرخصه؟ اقول لك احمد عيد ما حارب وضارب على حكايه عضو في المكتب التنفيذي في الفيفا. ها طيب ايش ابغى اشوف ايش حيقدم. لا نجح رئيس اتحاد كره ولا حينجح في يقدم اي خدمه هو كان يبغى يموت على المنصب هذا. طيب اخذه عشان ما حيسيب اتحاد كره، ها؟ طيب يا اخي انت كنت رئيس اتحاد كره رشح خيرك. صحيح. بس للتوضيح انه هذه اللجنه هي مكلفه بدراسه الملفات، ما انا بقول لك للانديه هو فقط. هم احمد عيد ليش تدخل في موضوع عبد العطيف واستقبل منه مكالمه وطارق كيال تدخل وبينه المشكله؟ صح. وفي ناس كمان أيوه. فوق هذا يلوم عبد العطيف يقولوا انت جاي الحين تستغل الموقف يا اخي، راجل بطالب بحقوقه ما فيها شيء حقوق. طيب صح. بلاش، حتى سمعت ابراهيم غالب امس يقولوا سحب وافق على الجدوله. طيب انت عبد العطيف يعني انا اتفق معك كمان برضو انت لا ابو عنان اذا في جدوله ملزمه ابو عنان امشي معها. ابو عنان خلينا بس في محورنا هذا اللي هو موضوع الانديه والتراخيص اللي هي في اعتقادك انت يعني كل الانديه في شروط ثانيه غير الالتزامات الماليه؟ الالتزامات الماليه، البنيه التحتيه، هل انت تشوف يعني البنيه التحتيه ملائمه لكل الانديه موجوده؟ يعني عندنا الرائد، عندنا نجران، عندنا انديه كثيره ما عندها في الفيصل مقرات. الفيصلي اخذ. طيب لا هذه محلوله، حتى لو فيما لو التعاون جاب الرابع ولا شيء ممكن يلعب في الرياض يعني او مؤقتا المقدور عليها يعني ما هي قضية. لكن النصر سبق لعب في الآسيوية والهلال لعب في الآسيوية والأهلي لعب والاتحاد لعب الحمد لله في ملاعب يعني مو مرة ما في ملاعب. لا فيها شروط كثيرة توفر اللي هي البنية طيب التحتية البنية التحتية المنشآت متكاملة. أنا جيب لك مثال شفتها اليوم الطاقم الطبي من ضمنها، معلش بنان، الطاقم الطبي لابد أن يكون محترف، شهاداتهم معتمدة، الطاقم التدريبي، مدرب الفريق الأول لابد يكون حاصل على
اللي هي الشهادة الايه. ترى شروط الاتحاد الآسيوي عيونك موسعة على الأندية السعودية بس. شروط كثيرة. انت شفت الملعب اليوم؟ انا اليوم في الظهر في البيت قاعد بتابع مباراة ماليزيا وتيمور. والله ملعب الحواري في ملعب الحواري اللي في جدة افضل منه. انا شفت حق هونغ كونغ لا يمكن هذا ملعب سيء. طيب ما في إيران ولعوا الملعب وشعارات سياسية وإساءات حتى إساءات. طب هذه بركة الاتحاد الآسيوي أضاف طيب. المنتخبات لا. هذه مو بركة الاتحاد الآسيوي. لا الاتحاد الآسيوي أضاف منتخبات ما لها ذكر ولا لها ذكر في خريطة أنا الرياضة. أنا أوصل لنقطة أخطر إنه ممثلين الاتحاد السعوديين الموجودين في الاتحاد الآسيوي إيش دورهم؟ يقولك إحنا والله لما تكون في عقوبة ما نجتمع. شفنا يا رجل حتى الحكم السنغافوري قدام الإمارات قاعد دقيقتين يفكر في الدقيقة الأخيرة يعطي نواف العابد بلنتي ولا ما يعطيه بلنتي. محزوز ها؟ طيب. إيه خايف. لازم يكون لنا هيبة. فين هيبتنا في الاتحاد الآسيوي؟ وفين هيبتنا اللي كانت أيام الأمير فيصل وأيام الأمير حتى أيام الأمير سلطان المنتخب ظلم. تذكروا بلنتي وتذكروا نيشيمورا وتذكروا بلنتي نايف هزازي الله يرحمه. خرجنا من كأس العالم كان الحكم الماليزي عبد الله يرحمه شيء موضوع ثاني. طبعا كان يعني اعتقد الى الان منصبه يعني ما حد موجود فرق عبد الدبل في يوم من الايام تراس تراس الفيفا بدل تراس الفيفا بدل بلاتر او بدل هافلانج اعتقد كان رجل تفضل هو ما نختلف عليه رحمه الله عليه والرياضه دائما يعني اعطتنا رجالات كثير بس عندي سؤال تحديدا التاجيل الان التاجيل حق لجنه التراخيص بصراحه بامانه أنا أسبابه بالنسبة لي ما هي واضحة بس لنفترض أنه بأسباب أو بدون أسباب التأجيل بتجرد تمام عشان ما ندخل في نوايا أو شيء بتجرد التأجيل يخدم من؟ قصدك تأجيل النصر؟ التراخيص هذه تخدم من التأجيل؟ كيف التأجيل يعني تأجيل البت فيها أي بالضبط هذا يخدم مين أنه أجله بدل ما يبتوا دحين وهذا يعني أعتقد ما هو أول تأجيل لا ممكن يعطوا الأندية فرصة على اعتبار أنها تخلص أمورها إذا في جدول مع اللاعبين جدول الديون يا أخي جيب لي اتحاد الكرة لا نصر مدحه ولا هلال مدحه ولا كل يعني هل يعقل كل الانديه غير راجعه لاتحاد الكره مش الاهلي بس يعني تخيل الدوري في انا ما كنت سمعت الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي ولا الدوري الفرنسي توقف شهر احنا كم والله انا الان لو تسالني وانا اعلامي ما اعرف مين مصدر الدوري احنا للاسف دحين الدوري حقنا بادي له شهرين واحنا ما وصلنا الجوله الخامسه يا رجل الدوري هو متعه التنفس صح. متنفس الشعب الكوره هنا عندنا والله الموسم بيغير في الناس صح والله يعني هل يعقل دوري محترفين يتوقف شهر كامل يعني ما المنتخب الاسباني بيروحوا يلعبوا ثلاثة ايام ويجوا طيب واحنا عارفين ان مباراه فلسطين ما هي ملعوبه اليوم ليش ما لعبنا الدوري واحنا حنشارك في دوره الخليج اعتقد بالاولمبي اي صف ايوه فريق اولمبي نعم انا العبد الفقير الى الله بخبره البسيطه اعطيتهم حل بسيط لكن هم يكابروا انا قلت لهم ممكن نشارك المنتخب والدوري ما يوقف بحل بسيط جدا قد كذا اللي هو انه عندك 14 فريق في الدوري دوري المحترفين ممتاز خليها مساواه خذ اثنين من كل نادي ما في اثنين في كل نادي يستحقوا منتخب ألا ها ألا كم عندك 28 لاعب صح انت على الفيلم صح ومش الدوري ينظر لها كبطوله تدريبيه أيوة. حتى ما هي ترى يعني. ما يجي نادي يتظلم يقول والله اخذت مني 6-7 والنادي الثاني ما اخذت منه صح. ولا واحد صح. اثنين من كل فريق وتكمل الدوري في الامارات جو لعبوا معانا وبعدين رجعوا كملوا في الدوري ولا شيء ايوه اصل مدرب المنتخب مارفيك ولا غيره كيف يختبر اللعيبه ده الدوري اذا ما شاف فايده للمدرب صح يعني احنا يا رجل حتى مرفيك مو عارف انه نايف هزازي جاهز ولا مجاهز هل لاعب حجم نايف هزازي وامام منتخب الامارات الذي ما هاجم وعلي مهدي علي سحب لك احمد خليل تقوم انت بدل ما لعبت نواف هاجم يا اخي نزل نايف هزازي مع السهلاوي وسجل 4-5 ما تنتظر حكم يديك بلنتي ولا مو بلنتي بعدين عندك الحضور الجماهيري يبغوا مستوى كمان الناس طبيعي هم دائما بيقولوا الجماهير انا ايش قلت لك تحت الهواء الاعلام الحيطه الواطيه هنا في الكوره عندنا كله بيتعلق الشباب. عليه هو يا شماعه حتى للاسف بعض الاعلاميين بيطلع في برامج فضائيه ويقول لك والاعلام سيء والاعلام فيه والاعلام يخطي طب انت جالس في الاعلام ايش تسوي انت جزء منه لما هو الاعلام سيء انت ايش قاعد تسوي فيه صح. انا ما احب اعلام يطلع يعني يصير اعلام ابدا ترى الاعلام زي المرايا بالضبط لسه بقول الاعلام ناقل لما واحده وحشه توقف قدام المرايا ايش بتشوف ايش ذنب المرايا طيب انا هذه والله حلوه حبيتها هذه عندي هنا يعطيك العافيه عندي تعليقات كثيره طبعا بيقول ابو عنان منور في
تويتر؟ في واحد والله بس يخفوا علينا في تويتر شوي، احنا لسه ما سخنا يعني. انا حديث عهد بتويتر، خلونا بس كده احنا انا والله ما يهمني الكم يعني، انه 400 ولا 100,000 ولا، انا يهمني تعامل الناس يكون تعامل راقي. وانا ان شاء الله لما انا وانا برجع اقول لك انا بقول رايي انا. للاسف بعض الجماهير يعتقدوا انك مثلا عشان تحب نادي معين انك لازم ترضيهم، ها، ولا يقول لك اطلع هاجم فلان. انا لا يمكن يحركني مدرج او يحركني عاطفه الجماهير، وانا ماني هنا في برنامج ما يطلبه الجماهير. صحيح. انا انسان بقول رايي. صحيح. والحمد لله لي علاقات مع الهلال ومع النصر، واحيانا حتى الاهلي ممكن بكون قاسي عليه اكثر من ممتاز. حسام عندك رساله؟ اي، في عندي احد المتابعين اسمه المعتصم المسيب الخير بيسالك ابو عنان، بيقول ايش حسابك في تويتر بما ان قلت فيه منتحلين كثير؟ انت انشأت الحساب اولا ولا لسه ناوي تنشئه الحساب؟ ايش هذا الايه اللي فيها دويره؟ أيوة اسمها بيه. ايوه ايوه بالضبط. لا ايش اسمه يسموها دي؟ آت. ايوه KSA QADI QADI قاضي. ايوه نمبر 7 نمبر 7 ممتاز. وانا دحين كمان برضو نحطه في تويتر وليس العصفور، اهم شيء العصفور. ايوه على طول هي موجوده اصلا. الله يعطيك العافيه. انا عندي اللي هي رساله اخيره، نايف الشيخ يقول لك قصرت كثير على الاتحاد السعودي ونبغاك يعني توقف مع المنتخب المرحلة الجاية في مقالات ممكن بالعكس تحفز اللاعبين. أنا أول من تفاعل بمارفيك وبسيرته الذاتية وهذا، لكن إحنا لما المنتخب يقدم أنا ما أقدر أخرج الناس من بيوتهم أقول لهم والله تعالوا شجعوا المنتخب بالقوة. المنتخب مستواه هو يفرض عليه، وبعدين التدخلات في المنتخب، ها، يعني اتحاد الكرة ما فقد هيبته حتى مع اللاعبين. أنا بنقول كلام اللاعبين، عبد الرزاق أبو داود لما كان مدير المنتخب إيش قال بعد دور الخليج؟ قال أنا استقلت لأنه كان فيه تدخلات، وأنا اختلفت مع الدكتور عبد الرزاق على هذه النقطة. ليش ما استقلت في وسط الدول؟ إبراهيم غالب طلع بعد استراليا إيش قال؟ قال فيه تدخلات. ناصر الشمراني عشان إذا رويته فأسند، ناصر الشمراني قال والله أنا لما كنت في الشباب ما كانوا يختاروني، لما سرت في الهلال اختاروني. جحفري فين كان؟ في الفيصل. في الفيصل ما كان يختاروه في المنتخب، لما سار في الهلال صاروا اختاروه. طيب يعطيك أبو عنان، لعبة الدرجة الأولى لعبة على مستوى العالي يختاروا منهم. صحيح. يعطيك العافية أبو عنان، نشكر مستمعين الكرام ونشكر طبعا أصدقاء البرنامج المعتصم ونايف الشيخ. حسام تحية برضو أستاذ غانم القحطاني، كان معنا في مداخلة برضو نورنا على أمور كثير. شكر لك مجددا أستاذ خالد قاضي، يعطيك العافية. شكر برضو لحبيبنا وأخونا بسام هنا على الكنترول، تعبناها اليوم. بسام طبعا مرتاح اليوم، ماكل بدري والدليفري وصل بدري إن شاء الله على طول، وإن شاء الله بإذن الله. أمس صار لنا مشكلة هنا، ها؟ هي لا لا بس خلاص كذا كذا هي طيبة. بس عفوا جابر كلمة كلمة على السريع. طبعا السريع لأنه خلاص وقتنا. يعني أنا كمان اختلفت مع إدارة الأهلي من يومين لما رفعوا بالغوا في رفع أسعار التذاكر. أنت بترفع أسعار التذاكر على جمهورك. على جمهورك صح. والمباراة على أرضك، وبعدين تطالب الجماهير بالحضور. صح. هذه فيها تناقض يعني. طيب ممتاز. ممتاز. رسالة توصل إن شاء الله. طيب أعزائي المستمعين، نودعكم لهذه الحلقة ببرنامج المنصة من إذاعة ألف ألف. وأقول لكم أنا من خلف المايك جابر العميري ومعي الزميل حسام الحارثي والإعلامي خالد قاضي. طبعا أتحفنا بوجوده وبسام حفني. أقول لكم تصبحون على خير. تصبحون على خير.